كشفت صحيفة الزمان التركية المعارضة لنظام أردوغان أن نتائج استطلاع رأي توقعت تراجعا حادا في الأصوات المحتمل الحصول عليها حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في تركيا في حال عقد انتخابات مبكرة هناك. وبحسب مؤسسة جينار للاستطلاعات الرأي والدراسات المجتمعية المعروف عنها أنها تصدر أرقاما مرتفعة لنسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، إلا أن هذه الفترة صرح رئيس المؤسسة إحسان أكتاش أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا عنيفا لأصوات حزب العدالة والتنمية الإخواني. وأوضح أكتاش أنه في الوقت الذي ستتراجع فيه أصوات حزب العدالة والتنمية بنسبة عنيفة ستصعد أصوات حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أكثر من 30%. وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات مهمة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وأن من المتوقع ارتفاع نسبة المصوتين له في الفترة المقبلة إلى أكثر من 30%. وقال في تصريحات صحفية تشكل معتقد لدى المعارضة والمثقفين والمبتعدين عن الحزب الحاكم فيما بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، إلا أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات مهمة في الانتخابات وستنعكس هذه النجاحات على الانتخابات العامة أيضا، وسترتفع أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى أكثر من 30%. أما حزب العدالة والتنمية الإخواني الذي يقودها أردوغان سيتعرض لتراجع عنيف في الأصوات. تأتي هذه النتيجة بالتراجع لمؤيدين أردوغان بسبب إقحام تركيا في صراعات مع دول الجوار لها وتدخله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى خلافاته المتواصلة مع الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلس الناتو. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.